مع بعض، خلينا نقولها سوا، كل واحد يرفع كتابك المقدس، تعال نقولها مع بعض. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، وما سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعال يا رب حط إيدك اليوم على كل شاب وعلى كل صبي، كل شخص موجود في هذه القاعة اليوم أنت زوره زيارة خاصة سيدي، صلي أنك تشفي تحرر تخلص، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض. صلي يا رب أنه لا أحد اليوم يخرج كما دخل لكن يخرج مشفي محرر ومخلص. تأتي كلمتك على أرض طيب اليوم وتنزع منا يا رب كل تشويش، كل عدم إيمان، كل استهزاء، كل أرواح شريرة تقف، إن كانت أرواح عدم إيمان أو إن كان أرواح فلسفة هلأ أو غرور باطل، اكسر كل غرورنا اليوم سيدي واعطينا أذان سامعة وقلوب صاغية، نعم نعم، ونفوس منحنية ومتواضعة لكي تستقبل كمريم العذراء تستقبل كلامك في قلبنا يا رب، فلا نخطئ إليك. تعال سيدي أنت ارتفع في وسطنا، قدوس يخلص، قدوس يشفي، قدوس يحرر، هاليلويا. مبارك هو الآب والابن والروح القدس، ودائما نتذكر أن نعطي وحدك أنت كل المجد، أنت تزيد نحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع كل المجد. شعب الله يقول تفضلوا يا قديسين، هاليلويا. مجدا مجدا مجدا، شو هالامتياز أن أقف في هذا المكان كل أسبوع نتحدث بكلمة الله لألكم جميعا، أنه وقت رائع نكون عم نقضيه مع بعض، طبعا نكون عم فلفش بكلمة الرب ونكون عم نحكي كلمة الرب مع بعض في هذه الأيام. قد أعلناها سنة الكرازة، أعلناها سنة الأحلام والرؤى، ومع بعض قول معي الكرازة، سنة الكرازة، سنة الأحلام، سنة الرؤى. وقلنا يا حبة طبعا إذا أنا وياك ما نعيش عن جد حياة شهادة مسيحية حقيقية ونبلش نشوف رؤى ونبلش نحلم أحلام، لأنه ما عم بحكي طبعا عن الأحلام اللي بتخصك، عم بحكي عن الأحلام اللي بتخص الملكوت، ما عم بحكي عن عندك حلم أنه يصير عندك سيارة جديدة وبيت جديد، يعني كل هذه القصص، ونكون ياي عندي هالحلم، حلم حلم حياتي أن يكون عندي ما بعرف شو، لا أنا ما بحكي عن هيدول، لأنه بعد شوية رح تكتشف بأنه مش هني هيدول اللي أنا وأنت مدعو أن يكونوا عنا. بالحقيقة دعواتنا هي دعوات إلهية، كل هذه الأمور اللي أنا وياك عادة بنطلبها بحسب كلمة الله بقول الكتاب المقدس هي مفروض أنه تكون زودة لك، هي مش شيء أنت بتطلبه، مفروض أنه أنا وياك نطلب الملكوت، ونهار اللي أنا وياك نبلش نطلب الملكوت رح نكتشف بأنه مع الملكوت بيجي كل شيء أيضا، اسمعني، وكل تلك الأشياء تزاد لكم. قل له هيك لحدا، قل له كل تلك الأشياء تزاد لك، قل له هيك، قل له أطلب ملكوت الله وبره أولا، من جديد قل له أولا، ما سمعك، قل له أولا. لما بتبلش تطلب ملكوت الله وبره يسوع هيك قال اولا كل تلك الاشياء، اشياء تعرف كان عم يحكي عن الاشياء، عم يحكي عن الاكل والشرب واللبس، هدول القصص اللي عاده قال كل الناس تطلبها، قال انت ما تكون هيك، قال انت ما تكون مثل كل الناس، كل الناس تطلب هدول القصص، كل الناس بيكون عندها قصص وبتبلش تحكي عنها. هلا بعد شوي رح خبرك اكثر عن كيف الله خلقني وخلقك من اجل انه نكون، واذا انا وياك بنبلش نرجع للصيغة أو الطريقة اللي أنا وياك بنكون فيها عادة بتلاقي كل شيء بيكون تمام، هاللويا. ومن جديد إذ الله خلقك، وإذ الله خلقك، خلقك من أجل الإثمار، قل له هيك لحدك، قل له الله خلقك من أجل أن تثمر معي. وطبعا الله خلقك لعدة أسباب، لكن السبب الرئيسي اللي الله خلقك من أجله، والله خلقك من أجله، هو من أجل أن يكون لك شركة معه، ومن أجل إذ يكون لك شركة معه تثمر، وإذ يكون لك شركة معه رح بتلاقي بأنه كل شيء رح بيكون تمام، هاليلويا، عم سمعني.
وسوف تثمر بشكل طبيعي، لأنه الإثمار هو نتيجة لعدة قصص. قلت لك الإثمار هو نتيجة ليكون عندك صحة جيدة. صحة جيدة ما بقصد بالصحة الجسدية الجيدة، أنا ما بقصد بالصحة الروحية الجيدة. أمين؟ النهار اللي بيكون عندك صحة روحية جيدة هي نهار اللي بتكون عم بتشرج على طول من قبل الله. يعني في علاقة، وفي بيقول الكتاب المقدس ثابت في الكرمة، ثابت في الكرمة. ومشان هيك من جديد أنا اليوم أريد أن أقرأ لكم المقطع اللي انكتب لنا في سفر إنجيل يوحنا، بشارة إنجيل يوحنا لصح 15. نقرأ مع بعض في إنجيل يوحنا الحبيب من الآية الأولى، طبعا من الصح 15، بقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام. قول معي أنا الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام. كلمة الكرام من جديد في الأصل اليوناني هي كلمة جورج، للأشخاص اسمه جورج، هللويا، يعني الكرام، ويورغوس. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام، بقول الكتاب. لاحظ، كل غصن فيا لا ينتي ثمرا يقطعه، وكل غصن ينتي ثمرا ينقيه لينتج مزيد من الثمر. إذا لاحظ التركيز في البداية على الإثمار، الذي ينتج ثمر ينقيه لكي ينتج مزيد من الثمر، والذي لا ينتج ثمر يقطعه، بقول الكتاب المقدس. ويتحدث لنا الكتاب طبعا في إنجيل يوحنا عن كيف يقطعه وشو بصير بالأغصان اللي بتنقطع. وبعدين بيقول برسالة روما، حكينا بكل هيدول القصص للي ما كانوا معنا. أنا بشجعك أنك تأخذ سديات موجودين بالمكتبة تحت وتسمعهم، أو أنك تابع معنا على الواتساب، رح نبعث لك إياهم نبا. إنما أنا بشجعك من كل قلبي ترجع تسمعهم، لأنه حكينا بأنه الأغصان اللي هي من غير شجر أو أغصان مقطوعة، الله قادر أن يعيد ويطعمها في الشجرة. عم سمعني؟ يعني بمعنى من المعاني، في مثل بروسيجر، أو في شو بقوله، في بروسيجر بالعربي، يعني إجراء، نعم إجراء الله بياخده في حق الأغصان التي لا تثمر، هي بالنتيجة تقطع، مش من أجل الهدف أن تجف، الهدف هي أن تعالج. وأنا بالحقيقة ما كنت بعرف هذا الموضوع إلى أن اكتشفت من خلال بعض المزارعين بأنه بيعالجوا بعض الأغصان تبع الشجرة. هلا في منهم بيعالجون وهن على الشجرة، في منهم بيعالجون هن مش على الشجرة. أنا ما كنت بعرف أنه فيك الطعم غصن بالشجرة ويرجع يركب. أنا ما كنت بعرف أنه شيء بيزبط، أتاري بيزبط، أنا ما كنت بعرف. وشيء مدهش بأنه كيف بتعيد تطعيم الشجرة بغصن خارجي، وبصير هذا الغصن جزء من الشجرة. إذن في أمل بعد منك، هاللويا، أمين. ونهار الذي تقطع، بقول الكتاب المقدس، وأنت غير قابل للعلاج. شو الذي يحدث عادة؟ ما الكتاب يقول، قال تجف هذه الأغصان، وهذه الأغصان الجافة تجمع، قال وتطرح بالنار. والشيء المدهش بالنسبة لي بأنه الجفاف هو نتيجة الانقطاع عن الكرمة. أسمعني؟ قل له هيك لحدا، قل له الجفاف هو نتيجة الانقطاع عن الكرمة. ما سمعك، رجع قل له، لأنه سمعك هلا هو بس ما سمعك، هو سمعك بس ما سمعك، يعني فهمتني؟ لأنه مش بس تسمع جوة دينيك، لكن تسمع مظبوط. الجفاف هو نتيجة الانقطاع عن الكرمة. وقلت لك بالحقيقة الأشخاص الجافة روحيا، في ناس بتحط حجج، ليش انت جاف روحيا؟ بيقول لك لانه شو بعرفني، لانه صار في عندي مشاكل، لانه الكنيسه بغيرت الكنيسه، لانه الكنيسه مش منيحه، القسيس مدري شو عامل فليتين، مدري شو صار معه. اسمعني، رح لكم اعلان كثير قوي، اسمعني. ممكن كل الكنيسه تكون جافه، لكن هذا لا يعني انك انت تكون جاف. اذا انت بعدك مع الرب ما بتكون جاف. نعم، بمعنى آخر، ما لها أي دخل الكنيسة في حياتك، في حياة الجفاف تبعك. وحياة الجفاف طبعا لها دخل بالانقطاع عن الكرمة، والكرمة طبعا هي يسوع، ويسوع معلق بالجسد، هاللويا، لأنه هو رأس الكنيسة. عم سمعني؟
وعلى هذا الأساس أنا وأنت الذي يجعلنا نحيا حياة ما فيها جفاف هي أربع أشياء بالحياة. أربع أشياء هي أن تقرأ كلمته كل يوم، هي تكون قاعد معه كل يوم، هي أن تكون جزء من شعبه كل يوم، وهي أن تشهد له كل يوم، وأن تحيا حياة الشهادة المسيحية. أنا وأنت إذ نحيا هذول الأربع، نحن نتحدث عن صحة روحية، الشخص الثابت في الكرمة. والمدهش بالموضوع بأنه إذا الله خلقني في البداية، قلت لك بالحقيقة بسفر التكوين الله خلق آدم وصوروا على صورته كمثاله، بيقول الكتاب المقدس قال جبلا من التراب وصنع آدم من التراب على صورته كمثاله. كلمة صورته على فكرة يعني هيك بالأصل العبري، يعني كأنه واحد وقف قدام مراية وعم يطلع بحاله. إذ الله صنع آدم صنع شبيه لأله. هاللويا. قال له هيك لحدك، قال له أنت بتشبه الله، أنت ما بتشبه سعدين. هاللويا. هلا في منكم هيك بس قال له على صورته، قال له أنت مصنوع على صورة الله. ما سمعك مزيد، قال له أنت مصنوع على صورة الله مش على صورة سعدين. هاللويا. آمين. تعرف لما بتطلع توقف بالسماء رح تكتشف بأنه الله روح، الله ما عنده جنس، الله لا رجل ولا امرأة للأشخاص اللي ما بيعرفوا، لكن النقطة أنه الله روح، لكن هذا لا يعني بأنه روح ما عنده كيان. عم سمعني؟ لكن هذا الروح عنده شيب، عنده كيان، عنده شكل. وعلى هذا الأساس رح تتفاجأ بأنه رح تطلع بحدا بيشبهك، بالحقيقة هو ما بيشبهك، أنت اللي بتشبهه، لأنه إذا الله صنعك بتشبهه. أليس هذا رائع؟ لكن مش بس على صورته، قال على مثاله. اسمعني، الله مثمر. ما سمعتوني؟ ما عم سمعوني؟ ما في شيء الله بيقول لك تعمله هو مش عامله قبل. ما في شيء. الله ما بيعلم شيء، ما بيقول لك اعمل ولا شيء إذا هو مش عامله قبل. وعلى هذا الأساس لأنه بيعرف قيمة هذا الأمر. نسمعني أحبة، الغرض من وجودك هو غرض أن يكون لك شركة معه. النهار اللي انقطعت هذه الشركة معه فاتت الأمراض على العالم. في ناس ما بيعرفوا منين اجت الحشرات. على فكرة الحشرات أتت من هدول الأمراض. على فكرة بقول الكتاب المقدس بسبب أنك أنت صار عندك هذه القصص، بسبب الخطية قال شوك وحسك تنبت الأرض لك. قال له حدك، قال له شوك وحسك. بتعرف الكلمة الأصلية هي بعض الأحيان هي البكتيريا، يعني البكتيريا خلقت من وراء، البكتيريا الضارة خلقت من وراء الخطية. ما اسمعوني؟ وحتى اسم إبليس بعلى زبول، للأشخاص ما بتعرف شو معنات بعلى زبول، بعلى زبول يعني إله الدبان. تخيلك ما أفشع هالاسم، صرنا نعرف منين إجا الدبان. قليل الدبان يقولوا ما أسأله دبان والبرغس وهدول قصص. قال بعلى زبول هو إله الدبان، هاي معناتها كلمتك بعلى زبول، معناتها إله الذباب. قليلة ذبابة لك هالكلمة، يعني زنخة الدبان، كتير زنخة. وعلى هذا الأساس صرت تعرف بأنه هيدول ناقلي الأمراض. وأنا تعرفوا أنه هذي كمان عم بحضر ريبورتاج عم بيشوفوا الأشنع أول أكتر حيوانات قاتلة في العالم، وشافوا انه حاطين ليست 10 اكثر حيوانات فتاكه في القتل في العالم. واكتشفوا طبعا حاطين الشارك رقم 10، انه قديش بيموت كل سنه ناس بسبب القرش، وحاطين طبعا السوده، وحاطين طبعا بعض الاحيان في بعض الحيوانات الثانيه هايينز وبعض القصص اللي هذا. بتعرفوا طلع اي رقم واحد اكثر حيوان قاتل في العالم؟ البرخشه. هذه اللي بتشوفها هي صغير البرخشة، هي أكثر حيوانات قاتلة في العالم. ملايين الناس بتموت بسبب عقصة برخشة. بكتيريا ضارة. واليوم أنا أقول لك طبعا الله خلقك من أجل أن تسود. ليك شو قال؟ قال انمو، اكثروا، اسمروا، املأوا الأرض. لحظة الكلمة واخضعوها وتسلطوا عليها.
وعلى كل ما يأتي على هذه الأرض. كل شيء في هذه الأرض مفروض يكون خاضع لآدم. أبو الكتاب المقدس بأنه بسبب الخطيئة آدم خسر هذه الامتيازات. وبعد فترة إذا الله قضى كليا، مش دي طبعا ما عندي فترة، ما عندي وقت هلا أشرح لك ليش الله قضى على كل نسل نوح، عفوا مش على نسل نوح، على كل النسل اللي كان عايش أيام نوح، هاي الكلمة لدى، على كل العالم اللي كان عايشين أيام نوح، وخلق نسل جديد من خلال نوح، نوح وعائلته، وإذ طلعوا من الفلك، هاللويا، بهذاك الوقت بقول الكتاب المقدس نظر الله إلى نوح وعائلته وقال لهم نفس الكلمات اللي قال لهم إياها لآدم، أنموا أكسروا باركهم، وقال لهم أنموا أكسروا، لك سؤال، أثمروا واخضعوا الأرض وتسلطوا عليها. أنت وأنا مدعوين أن يكون لنا شركة معهم، ومدعوين أن نثمر في هذه الحياة، أن نملك في هذه الحياة. وبشكل أشكال إذا كنت لا تثمر في هذه الحياة ثمر جيد، لأنه بعدين رح نبقى بنحكي عن شو الثمر العاطل وشو الثمر الجيد، أن نثمر أنا وياك ثمر جيد، إذن هناك لا يوجد سبب ليش أنا وياك عايشين بعدنا على هذه الأرض، لأنه أنا وأنت مدعوين، هذا هو سبب وجودي ووجودك. وأي شيء آخر من اللي أنت أنا وياك عايشين كرماله اليوم في هذه الحياة، إذا أنت ما عم تعمله بالحياة ما في سبب أنك تعيش. ما عم سمعوني، هاللويا. ومن جديد، في إذا أنا خلقت أمر ما، خلقت أمر ما من أجل غرض ما، وهذا الغرض الما بالحقيقة هو أنه يكون عم يعمل شو أنا طلبت منه. تعرف إذا أنا عملت غسالة، إذا واحد راح اخترع غسالة، هاي الغسالة لما حدا اخترعها اخترعها حتى تغسل الثياب، هاللويا، عرفتني؟ هلأ أنت عملت طاولة قعدت عليها، حطيت عليها مزهرية، في منكم عاملين خزانة، في ناس تعملها ما بعرف شو تعملها، استعملها لا. في ناس تعرف أنا اكتشفت أنه أمي شو عملت مرة، نشفت الملوخية بالغسالة. شايفين ما حدا بنشف الملوخية بالغسالة؟ شو عم تعمل؟ عم تنشف الملوخية. هلا زبطت معها يعني، بس هي الغسالة مش معمولة لتنشف الملوخية. فيك تعمل هيك إذا بدك، فيك تعمل قصص بالغسالة كثيرة، لكن بالحقيقة الغسالة معمولة لما هذا خلقها لغسالة. يعني يجي مستر سيمنز ويشوفكم شو عم تعملوا بالغسالات تبعهم، لا يروح ينتحر بكرة. أسمعون، وأشخاص عديدة عم بتسيء استخدام أمور خلقت من أجل شيء ما. تعرف تذكر مرة، لأنه لما بتحط الشيء محله بتلاقي كل شيء بيكون تمام. في كان عنا قديما، كان كنت بعني أنا وجابي وهادي بعما ولا وعنا جوز، وكنا كان عنا بالبيت شوفقو، وشوفقو ما بيعرف شوفقو غير الأذان، شوفقو بتدور ما يسخني بينزل ما يسخني، عرفتني، على طول في ما يسخني. فكنا نحن عم نتمتع، ما بدنا ننطر حدا إنه يفوت حمام، لا أنت انطر رجع دور المي إلى آخره، بدور ما على طول في ما يسخني، طالما في غاز في ما يسخني، هاللويا. وأول أفتح المي بدور الشفقو بسخن لك المي. حدا بيعرف شفقو؟ طبعا معظمكم تعرف شفقو. ومرة تعطل الشفقو بقى جبنا واحد صلحه. قام خي جابي الأسيس شافوا شو عامل هالزلمة، قام اشتغل مش الحال سنة سنتين، بعد سنتين رجع تعطل الشفقو. قام جابي قال أنا بصلحه، ليش تنشيه؟ أنا بصلحه، شيله هيك فرطه وبلش يقعد يرجع يركبه. طلع في شيء ناقص، هي هذا الشيء المنزوع، رحنا جبناها، طلع جلدة، في جلدة تنفخت أتاري، هالجلدة بس تنفخت بصير ينفس الشفقو، بطل يعطيك ضغط ماء، وبطل لما ما بيعطي ضغط ماء ما بدور الماء، عرفتني كيف؟ بقى جبنا هالجلدة قام حطها خي جابي، بس حطها بالمقلوب، بدل ما يحطها هيك حطها هيك، صارت بدل ما عم تضغط هيك صارت عم تضغط نزول. بطل يدور أبدا شوفوا. وشو صار يا عمي شو صار؟ وقعدنا ننطر يا عمي شو صار؟ بالآخر جبنا واحد، طلعت القصة ما بدا شيء، بروم الجلد هيك مزبوط، كل شيء عملته صح، بروم الجلد هيك، بس تحط الشيء محله بتلاقيه بيزبط. ما تسمعني أحبة، تعرف في إشياء كثيرة بحياتنا نحن ما بنعرف ليش أصلا موجودة، بس الله عطتها من أجل أن تثمر. قال الذي يثمر ينقيه لكي يثمر أكثر، مزيد من الثمر.
أسماني. وفي عملية التنقية في ألام، لأنه في مقص بيحمله هيك وبيبلش يقصقص. ليش؟ لكي تأتي بثمر أكثر، لأنه الغرض هي أن أكل من ثمرك، الغرض من وجودك هي أنك تثمر. وعلى هذا الأساس أنا وأنت تذكرنا بأنه الذي يجعلنا نثمر هو بالحقيقة الثبات في الكارما، هاي بالدرجة الأولى. وليش أنا وياك اليوم لا نثمر لبل نشعر بالجفاف بحياتنا الروحية؟ هي لأننا غير ثابتين بالكارما، مش لأنه الأسيس ما بيوعظ منيح، أو لأنه الكنيسة ما عم ترنم منيح، أو لأنه الكنيسة مدري ايش صار له. الشيء الذي لا يجعلني أثمر، الشيء الذي لا يجعلني منطلق ومفعم بالحياة، هو أني غير ثابت في الكارما. الشيء الذي يجعلني جاف هي أني غير ثابت في الكارما. أسمعني. وهذا الجفاف لأنه أنا وأنت عم ندور عن سبب وجودنا، وبتلاقي أشخاص عديدة لأنه ما بتعرف شو سبب وجود، بتعرف تعتقد بأنه إذا بصير عندي هيك بصير تمام، بصير عندي هيك بصير تمام. والناس عن جد ما بتعرف بأنه كل الناس مثل بعضها. ما أسمعوني أحبة، تعرف وين ما بتروح بالعالم الناس كلها مثل بعضها، وين ما بتروح، لأنه بتلاقي نفس الخطية هي ذاتها، نفس الخطية، نفس إبليس، نفس الناس، نفس المصايب، نفس المشاكل، بس عندي خبر لك، ونفس الروح القدس. وتلاقي الناس عم بتعاني يمكن بغير اسلوب، بس هي عم بتعاني نفس الشيء. لازم انت تفتكر بانه انا بعمل هيك بيمشي الحال. في ناس بيقول لك انا بتنحل كل مشاكلي بس يصير عندي فلوس. تعرف في واحد باستراليا، بس من فتره خبرون الخبريه اللي ذكرتها بس من يومين، ربح اليانصيب باستراليا، ربح حوالي بعتقد شي نص مليار دولار، يعني شغله كثير كبيره، 500 مليون ربح، كثير 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 كثير. اذا انت تفتكر نص مليون قليل، نص مليار قليل كثار، نص مليار منيح لا كثار كثار. تعرف انك تعد للواحد مليار، بدك تعرف هذيك المره عن جد حسبتها، خمس للاشخاص اللي ببلش يعد كل يوم من واحد لمليار، اذا هلا ببلش تعد فتوصل للمليار بدك 35 سنة. جربهم مش مصدق، بلش عد هلا بشوفك بعد 35 سنة. إذا كل يوم بدك تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 من هلا لتوصل للمليار بيكون قطع 35 سنة. أنا ماتيماتيكي قبل يعني عم خبرك، بس حسبهم مش مصدقني، حسبهم، روح حسبهم صوب كم ثانية في بنهار وشوف قديش بدك لتعد لمليار، وراح تكتشف انه بدك 35 سنة لتوصل لمليار. تعرف عم فكر فيها بانه نص مليار شغلة كتير كبيرة. بتعرف واحد هذا صار عنده نص مليار، راح عزروني يمكن 50 مليون اذا ماني غلطان، 50 مليون يمكن اوصل، مهم بس انه مبلغ كبير برضو، 50 مليون برضو كبير. تعرفوا هذا الشخص بظرف شهر ونص صرف كل هدول المصريات، خسرهم كلهم، لا لعب فيه نقمار. تقول واحد غريب شوي، لا انك سنين انت بتصلي لتطلع مصاري، واحد بيصرفهم جمعة ونص، شهرين ونص، شهرين، 50 مليون. عم بتخيل بانه في ناس تعتقد بانه انا بتنحل كل ازمة حياتي نهار بصير عندي مصاري، راح تكتشف بأنه أكثر ناس عندهم مشاكل بالعالم هن الناس عندهم مصاري. وأكثر ناس بتعرف للأسف، اسمعني، الشيء اللي الناس ما بتعرفه بأنه أكثر واحد، اسمعني، 9 من 10 من اللي بينتحروا بالعالم هن ما عندهم مشاكل مادية، صفر ما عندهم مشاكل مادية، 9 من 10. إذا أنت مفتكر بأنه قلة المال هي بتوصلك ل الياس، بالحقيقة مش هي، لا، كثرة المال بتوصلك للياس. ما بسمعون، عم بعطيك إحصاءات، عم بعطيك إحصاءات. عندي خبر لك، إذا أنت بفتكر السعادة هي إنك تصير مشهور، اسمعني، 10 من 10 من الناس اللي بيموتوا أوفردوز هن الناس مشهورين. إذا أنت بفتكر بأنه السعادة هي بأنه تصير شكلك حلو والناس تشوفك وتصير عندك شهرة أو يصير عندك سلطة أو يصير عندك مال،
أو يصير عندك أو تنقي الشباب، نقي البنت الحلوة والبنات، نقوا الشاب الغير شكل. عندي خبر لك، ثلاث أرباع هدول الأشخاص اللي بيتجوزوا أحلى بنات بينتوه فيهم بينهم عم يطلقوا. أنا ما عم بقول لك روح نقي وحدة بشعة يعني بكرة وتجوز، مش هذا اللي عم بقول لك عنه، لكن عم خبرك بأنه مش هي النقلة. إذا أنت بتفكر بأنه هنيك أنا بتنحل أزمات حياتي، أنت غلطان. حياتك رح بتبلش تنحل أزمتها النهار اللي بتكتشف سبب ليش أنا وياك عايشين على هذه الأرض، أنه يكون عندنا شركة معه. أنت من دونه ما في حياة. يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. من دونه، تعرف إعلان خطير قاله يسوع، إعلان خطير جدا. تعرف إذا يسوع مش الله، استغفر الله، يعني لو افترضنا، مع أنه ما فينا نفترض، بس خلينا نفترض ما بقوله شو دياوة بقول لك يسوع مش الله. افترضنا أنه يسوع مش الله، مع أنه يسوع الله الكائن في هيئة الله، اسمعني، هو اللوغوس، هو الأنا هو، اسمعني، بس افترضنا هيتنا شو دياوة بقول مش الله. خلينا نقول نفترض، مع أنه ما فينا نفترض، لأنه كيف نفترض، ما فينا نفترض، بس خلينا نفترض، بس أنه ما فينا نفترض، بس نحن عم نفترض هلأ. إذا يسوع مش الله، اسمعني، إعلان خطير جدا يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. هذا إعلان كتير خطير. كيف فيك تقول هيك؟ تعرف شو عم تقول؟ على فكرة للأشخاص اللي ما بتعرف، كان بخيمة الاجتماع أو كان بهيكل سليمان. خيمة الاجتماع كان عندها ثلاث أبواب، الباب إلى الباحة الخارجية وملون بأربع ألوان. علمت فيهم عن عهد المجد لأشخاص ما كانوا هون، بدي شجعك تنزل على المكتب وتاخد سدي اسمه عهد المجد. وفي باب تاني بياخدك إلى القدس، هيك باب صغير يدخلك إلى القدس. وفي باب ثالث اللي هو حجاب يدخلك إلى قدس الأقداس اللي هو حضور الله بالكامل، الشيكة. هنيك بهذاك الوقت بهذاك المكان الله حال في قدس الأقداس على طول، أم سمعني؟ المكان الأولاني يدخلك إلى المذبح، المكان الثاني يدخلك إلى القدس اللي هو المكان اللي فيه العبادة، والحجاب الذي يدخلك إلى قدس الأقداس. لما يسوع كان عم بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، بالحقيقة كان عم بيقول بأنه أنا هدول هن الثلاثة، لأنه اليهود كانوا يسموا هذا الباب الأولاني كانوا يسموه الطريق، وكانوا يسموا الباب اللي يأخذك إلى القدس كانوا يسموه الحياة الحق، وكانوا يسموا الحجاب الذي يأخذك إلى قدس الأقداس كانوا يسموه الحياة. ولما يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة، قال أنا هو الباب الذي يدخلك إلى المذبح، أنا هو الطريق الذي يدخلك إلى القدس إلى حضور الله، وأنا هو الحياة الذي يشعرك تراه. إعلان خطير. ما كان عم بقول أنا حياة، أنا الحياة. يعني تعرف شو عم بقول يسوع؟ عم بقول للناس هيك، وقف وعطى إعلان لكل الناس، ما في حياة من دوني. ما محمد مال، بودا مال، اسمعني، يوحنا الحبيب مال، يوحنا المعمدان مال، كونفوشيوس مال، ستالين مال، لينين مال، ما في حدا من كل اللي عايشوا في هذا العالم، من الفلاسفة والديكتاتوريين والأبطال والأنبياء والرسل، استطاع أن يقول أنا الحياة. بمعنى كيف فيك تعيش من دون الحياة؟ الناس تقول أنا بدي أعيش حياتي، كيف فيك تعيش من دون الحياة نفسها؟ ونهار اللي بتنحط بالمكان الصح. تعرف شيء مدهش، بأنه في مرة فتت على بيت مهجور، وكنت يعني هون بلبنان، وبيت طبعا صار له زمان وقرابيننا وعم ينظفوا كذا، في آلة بسطنا فيها لأنه هي لعبة قديمة يعني، فبسطت أنا شفتها يا هيك، بعدين طلعت لقيتها مفرفطة، لعبة مفرفطة. وبعدين راحت الايام وشلنا هاللعبه وقعدنا نشوف كيف انا نظبطها لنرجع نمشيها، شو قلت لقينا انه حاولنا نلاقي كل القطع الضايعه من هذه اللعبه، وبالاخر حطينا كل شيء محله، بقي في قطعه واحده ناقصه، وهذه اللعبه ما كان فينا نلعبها بدون هذه القطعه الناقصه. بس تعرف شيء مدهش بالنسبه لي، انه بعد كذا سنه
بشكل هيك بالغلط اكتشفنا هذه القطعة الناقصة بمكان ما كانت على التدخيط بنفس هذا البيت. وجينا بتعرفي إلا شيب إلا هيك شغلة هيك شغلة تيجي بتنوصل على شغلة تانية بتخلي هذا الشغلة يتحرك. عرفتني؟ هلا نحن عملنا لها فتوى حتى نلعبها. صرنا نحط وحدة هيك مكنة تانية خشبة صرنا نحن نحركها بإيدها مهم إنه تزبط حتى نمشيها للعبة. كنا صغار. بعدين لقينا هذه الشغلة. بتعرف الرائع؟ بأنه لما جينا هيك حطيناها هيك لقيناها كيف كيف تركب محلها شو بتنبسط لما شوف تك 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 معمولة تك 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 هيك محلها واللعبة تصير تمام. اسمعني يا أحبة أنت معمول لحتى تكون ثابت بالكارما وين ما أنا نحطك بأي مكان في هذا العالم في شيء غلط. إذا أنت مش ثابت بالكارما في شيء غلط شيء غلط. شو بدك تعمل لتلاقي الحياة؟ في ناس عم بيلاقوها بالسكر، في ناس عم بيلاقوها بالعربدة، في ناس عم بيلاقوها بالعالم، بحب العالم، في ناس عم بيلاقوها بالشهرة، في ناس عم بيلاقوها بالسكس، بالجنس، في ناس عم بيلاقوها بالخطايا، في ناس عم بيلاقوها بقصص سيرة، لكن بتلاقي كل ما عملت هيدول كل ما زاد الفراغ. كل ما اكتشفت بأنه من دونه ما في حياة. أنا هو الطريق والحياة والحق. أنا هو الحق. من دوني ما في حق. من دوني ما في حياة. من دوني ما في طريق تاخدك على ولا مكان. اسمعوني يا حبة. قال إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم. لك هالكلمات. يسوع عم يحكيها. فاثبتوا فيا وأنا فيكم كمان الغصن لا يقدر أن تستمر إذا كان في الكرمة. فكذلك أنتم إلا إذا ثبتتم فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت فيا وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا. فأنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. قول معي من دوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. لكن عم بينهي لك إياها الرب يسوع. روح عمول بدك إياه بس من دوني ما فيك تعمل شيء. بالآخر راح توصل على أبواب مسكرة. إيه راح تحصل على فلوس بس راح تكتشف بأنه الحل مش بالفلوس. تقول لي كانت المشكلة مصارف الناس راحوا هاجروا عملوا فلوس. تكتشف انه ما كانت هي هالناقص في شيء بعد. بعد في شيء ناقص. ناس قال لي اذا بنوصل لهون اول شيء بتنبسط واو النجاح حلو. لكن بعدين تكتشف انه ما كان هذا هو اللي عم دور عليه. في شيء بعد ناقص. بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. لاحظ ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ثم تجمع الاغصان الجافة وتطرح في النار فتحترق. ولكن ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم لحظة الكلمات فاطلبوا ما تريدون يكون لكم. أوف. كيف يعني مش خطيرة هالكلمات؟ بلا عبول الرب تطلب بدك ايه؟ بدي ايه؟ بدي ايه يعني؟ ايه يعني هلأ بطلب فراري بيعطيني؟ تعرف ليش عم تقول هيك؟ لأنك مش ثابت فيه. لأنه النهار اللي بتثبت فيه صرت جزء منه. هاليلويا ما اسمعوني. وعندها اسمعني عندها لا تدخل الى محضره حامل ليستا لكن تخرج من محضره حامل وصايا. ما بتدخل لمحضره حامل ليستا. ناس اشخاص عديده بعد ما بتعرف انه انا بدي صلي عندي ليستة صلاة. لا بتعرف كل الحديث اللي عم نحكي اليوم عن الاسمار عن الرؤى عن الاحلام يتبلش بأنه أنا أكون عندي حياة حقيقية مع الرب. الحياة الحقيقية مع الرب تبلش أنه يكون عندي اختبار أنه أنا عندي شركة معه بالروح القدس. واليوم أنا إذا في شيء بدي شوقك عليه إذا في شيء بشتهيه بهالدنيا هي أني أقعد معه أني أعرفه أني أكون بمحضره. نسمعوني يا أحبة أنا عم بحكي شيء ما لكن نفس الوقت ما عم بحكي هلا بصفة أي صفة مش عم بحكي بصفة أسيس ولا بصفة أي إنسان عم بحكي بس بصفة شخص عم بدور عن الرب. بالحقيقة الرب مش ضايع أنا الضايع. بصفة شخص شايف العالم كله وأنا فيني أقول هالكلمات لأنه بعتقد على الأمم المتحدة في 170 دولة مسجلة بالأمم المتحدة أنا شفت 85 يعني تقريبا أكثر من نصهم صرت شايفهم.
85 بلد بالعالم، كتار بعتقد واحد يزور 85 بلد بالعالم. منيح محرزين لا، بس طلع على 85 بلد شفت كتير وقابلت كتير. أو بلاقي بأنه كل الناس بعضها وين ما كان نفس القصص. فأنت تفتكر بأنه في ناس بتعاني في ناس ما بتعاني. تعرف أكتر أكتر ناس سعادة بالعالم، إن أكتر ناس بيعتبروا، بتعرف هلأ على الأمم المتحدة، بتعرفوا أي أكتر بلد بالعالم خالي من الفساد؟ أول دولة بالعالم ما فيها فساد هلأ هي الدنمارك، فيها شفافية، أول دولة بالعالم. دغري من بعد السويد، كل دول اسكندنافيا، يعني طلع تلاقي الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، هول الدول من العشرة، قائمة عشرة أكثر دول ما فيهم فساد. وبقول لك أكثر دولة السعادة اللي فيها إنه الإنسان في عنده كل شيء بدور عليه. لكن تعرف شو أكثر بلاد بالعالم فيها انتحار؟ هي بلاد الاسكندنافيا. أكثر بلاد في ناس تنتحر فيها هي بلاد سنغنية. نحن بسموها بالنسبة للأمم المتحدة بلاد فيها سعادة، ما في عندهم مشاكل الناس، مشان هيك بنتحروا. ليش عم تحر؟ ما عندي شيء أعمله أساساً أصلاً، يعني ما فيش عندي شيء أعيش كرماله. مش فاهم شو الغرض تبع الحياة. اسمعوني أنت هون يا أحبة، لأنا وياك اليوم عنا إياها أمامنا، أنك تكون تعرفه. تعرف الشيء اللي بدهشني أكثر شيء هو الرسول بولس. رسول بولس هذا الرجل اللي بمقياس اليهود كان يعتبر فيلسوف، مش بمقياس الآلي، وبمقياس كل المسيحيين عبر العصور يعتبر أهم كاتب وباحث لاهوتي ومتعمق، من أهم الفلاسفة المسيحيين اللي انكتب عنهم أكثر ما كتبوا بالتاريخ هو بولس الرسول. الحقيقة إذا بتطلع مثلاً بعض الرسائل تبع بولس الرسول اللي كتبها، في منها كتبها بالسجن، في منها كتبها خارج السجن. هلأ الحديث هلأ فينا نعبي مجلدات ومجلدات ومجلدات وكتب ومكاتب وبلدان وكتب ومكاتب من بس واحد كتب شوية كم صفحة بس عم بيحللوا أفكار هذا الرجل. إذن هذا رجل كتير كتير مهم. لا حدا بيقول معي مظبوط صح؟ هذا رجل مهم. هلا بتقول او ما بتقول هو مهم، هللويا، يعني حبيت ما حبيت من بعض، يعني ما بهم. بتقول انا ما عندي، لا انا ما بوافق رايك، توافقني او ما بتوافق هي هيك، هللويا صح. طيب بدي اسلك شغل، اسمعني، هذا رجل تعرف شو كان سر حياته؟ اريد ان اعرفه. بقول بفيليبي وغايتي. شو غايتك يا رسول بولس؟ قال أنا انجلدت كرمال الرب، أنا انضربت كرمال الرب، تحطمت في السفينة، تعرضت للاضطهاد، بالآخر قطع رأسه كرمال الرب، انسجنت كرمال الرب، تعرضت لضيقات كرمال الرب، صمت، صليت، رحت برمت، عملت كل هدول القصص. طب وما هي غاية؟ قال وأني أعتبر، وأنا هذا رجل فريسي. تعرف يعني فريسي؟ يعني بهذاك الوقت فيك تعتبر نايب، فيك تعتبر شخص كتير ذو شأن بيشتغل بالشأن العام، لامع، واحد عنده دكتوراه، شخص فيلسوف فهمان، متعلم على يد أهم معلمين في إسرائيل، أهم شخص فاهم بهذاك الوقت. وقال شو غايتك يا رسول الله بفيليبي؟ بيقول هيك، قال وغايتي أن أعرفه. أتخيل إذا بولس بعد ما بيعرفه، شوف أنا يعني إذا هو بعد بده يعرفه، قديش أنا لازم أعرفه؟ غايتي أن أعرفه وقوة قيامتي وشركة ألامه، تلك الكلمات، وأن أتشبه به في موته. بدي أعرفه، بدي أكون معه. شو بتطلب؟ بتطلب نهضات، بتطلب عالم؟ لا لا لا، هيدول رح بصيروا النهار اللي أنا بعرفه. الإسمار رح يجي. الشجرة التي تثمر هي ليست الشجرة اللي بتركز ولا اللي بتشد ولا اللي بتعمل ولا أي شيء، غير أنه تكون صحية، فيها صحة جيدة، ترتوي بمياهه، مزروعة بأرضه، تتشمس بشمسه، اسمعوني أحبة، تتغذى من طعامه،
تلاقي الثمر بالنسبة لهذه الشجرة يدوم ويدوم وتثمر أكثر وأكثر 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 وأكثر. الله يريدك أن تكون بصحة جيدة، ولكي تكون بصحة جيدة، اسمعني أحبة، الصحة الجسدية اسمعني هي انعكاس للصحة الروحية. ما هذا سمعني، رح أرجع أعيد لك إياه. تعرفوا لليوم عم يكتشفوا العلم، هو التالي، بأنه بالحقيقة اكتشف العلم مؤخرا بأنه كل شيء بيعرفه عن جسد الإنسان هو مجرد 30-40% من كل حركات جسد الإنسان. إلى الآن هلا العلم بعد ما بيكتشف شو بيقدر يعرف البرين يعني الدماغ، دماغ الإنسان شو بيقدر يعمل لحديث هلا، بعد ما بيعرفوا كيف بيتحرك دماغ الإنسان، بيعرفوا شوي بس ما بيعرفوا كثير. بالحقيقة 10% معرفتهم من 100%، 90% من حركات دماغ ما بيعرفوها، بيقدروا يقدروها بس ما بيقدروا يعرفوها. امبارح كنت عم بقرأ عن شيء كثير مدهش، بأنه كل شيء بجسد الإنسان من علم طب، تعرف هلا بيعملوا قصص، نحن نقول يا عمي طب بعد ما قدروا اكتشفوا بعض القصص، لأنه في قصص بجسد الإنسان بتتفاعل مع بعض القصص بتصير معه اللي ما حدا فيه يفهمها. اسمعني أحبة، الاكتشاف الرائع هو التالي، اكتشفوا الشيء اللي يسوع حكى عنه والكتاب القدس حكى عنه من سنين وسنين بس هن ما كانوا مكتشفينه، بانه اسمعني بانه الصحة الجسدية نابعة من الصحة الروحية. ما سمعتني؟ يسوع قال ليس ما يدخل فم الانسان ينجسه، انما الذي يخرج منه هو الذي ينجسه. ما سمعتني؟ تعرف قليلة بانه معدل الحياة هلا، اسمعني اعطيك احصاءات، برضو هذا مش رأيي، عم بعطيك احصاءات، هلا اللي عنده غير رأي استفيد. انا بحب اكون بصحة جيدة، انا بحب ان اكون تمام سيكس باكس، حب عندي هالطموح يعني. هلا عم بشتغل على باك وحدة هاليلويا، بس انه كنت قبل اشتغل على الستة هاليلويا، بس قبل كنت عندي صدقني يعني كنت ماشي حالي يعني، في يوما من الايام للتاريخ كان عندي سيكس باك، وكنت اشتغل على هدول الاساس وحس انه ايش يا لطيف شو مهمة هالشغلات. تعرف وبقول لك مهمة لانه بقول كتاب مقدس قال ان الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، قال انما التقوى نافعة في كل شيء في الحياة الحاضرة والآتية. قال له هيك لحدا كله التقوى نافعة في الحياة الحاضرة والآتية. بتعرف اللي اكتشفته بانه التالي، بتعرف انه بامريكا اكثر بلاد بالعالم فيها ناس فوق الوزن، هن بامريكا، بامريكا اكثر بلاد بالعالم. كل اللي بتشوفه بهوليوود هدول كم وحده بس مصورينهم بكل الافلام، على فكره ما بتلاقي منهم بس بامريكا بتلاقي 60 بالحقيقه 70% من الشعب الامريكاني عنده وزن زايد. الحقيقه بتعرف المدهش مش بس انه وزن زايد، بسمون هن يعني ناصحين يعني فوق ال 150 كيلو يعني انت كيفو هونيك بتكون كثير سامباتيك، كنا نطلع عليك واو كيفو شو هيدا شو هالرشاقه، طلعوا بكيفو مش معقول شو رشيق. عم بحكي جد، باخذك على محلات بامريكا طلع عليك ايش شو عامل انه كيف تا ليه هيك اوزان كله هيك اوزان. روبرت تنبسط كثير بياكلوا كميات، بياكلوا بتعرف كلياتها اكل مضر يعني. بتعرف قديش في يعني اكثر شيء بقول هلا السكر السمان الابيض الملح والسكر، بتعرف قديش بياكلوا سكر؟ انا ما عم بنصحك تعمل هيك، بس اللي عم بقول لك ايه هو التالي، بانه اكثر بلد هلا بتلاقي مش اكثر واحد من اكثر بلدان الناس بتعيش فيه وبتطول، معدل العمر بامريكا حوالي ال 84 سنه للرجال وحوالي ال 89-90 سنه للمراه. المرأة بتعيش دائما أكثر من الرجال. سبحان الله يا أخي. أنا محلك بقتلها قبل ما موت. أنا تتأكد إنه بعد ما تموت خلاص أنت ما تعيش ولادية من ولد. عم بمزح وقت عملها تروح تعمل. بس فيك تتخيل بأنه طلع مش هذا هو اللي بيقتل الناس. ايه اوزان زيادة وما بيقدروا يتحركوا صحتهم مش منيحة، بس مش هذا اللي بيقتلك. عارف شو اللي بيقتلك؟
المشاكل اللي عندك إياها هي اللي بتقتلك. ما اسمعوني، ضغوطات الحياة هي اللي بتقتلك. اسمعني أحبة، إذا أنت مفتكر بأنه بأمريكا ما في مشاكل أنت غلطان، في كتير مشاكل. وإذا أنت مفتكر بأوروبا ما في مشاكل، في أضرب بكتير مشاكل، لأنه في قصص مش رح تقدر تتحملها بأوروبا. لما تعرفوا مثلاً واحدة من القصص للشرق أوسط ما بيقدر يتحملها بأوروبا، في بعض القصص تعرف مثلاً بأوروبا بعض المحلات بأوروبا بتلاقي إنه ولادك أنت مش لقلك، ما فيك تربيهم، ما فيك تربيهم. سويد في واحد رجال لبناني، وهي قصة حقيقية، true story. ورجال لبناني وابنه كبر، صار عمره 15-16 سنة، فجأة ما أدري شو جايب له على البيت، وشافه عم يتعاطى قصص، قام راعوا عسلة لابنه، راح جاب له البوليس. اجوا البوليس طلعوا كذا، هددوا للبي بعد كذا تعمل هيك. ثاني مرة ما بعرف شو جايب له على البيت شيء كذا، قام صعوا كف لابنه، راح جاب له البوليس، أخذوا للبي حطوه بالحبس. كل ما يدق الصبي بابنه راح جاب له البوليس حطوه بالحبس. قعد بالحبس، طلع من الحبس، قعد له كم شهر بالحبس، طلع من الحبس، بقي شي سنتين ونص ثلاث سنين يغنج ابنه صار عمره 18. عم بحكي جد؟ نيه؟ بس صار عمره 18 قال له جيب لك هدية بابا، اخدك احلى رحلة عوين على لبنان. حكوا عنا بالجرائد حمزة. شو انبسط وكذا وكل شيء، وبابا بحبني واخدين رايحين مشوار زي على لبنان. أول ما نزل الطيارة بمطار بيروت دعوشوا بمطار بيروت، مسح في الأرض، روح جيب البوليس ولا روح جيب. فرموا، مسح في الأرض مطار بيروت. بقيت عيش جواته. بيقول لك تعرف، بيقولوا لك انه مش انت هول مش لقلك. اساسا لما بيخلقوا الاولاد انت ما بتصرف عليهم، الدوله بتصرف عليهم. عم بحكي جد، هي حتى بتصرف، بتعطيهم مصاري دوبوش، هي بتحطهم بالمدارس، هي بتعطي حليبهم، هي بتصرف. بمعنى المعاني هدول مش لك، هول للدوله. تخيل انت ما فيك تربي اولادك. اللي بيطلعوا برا بيفتكروا بيمستوا كثير، بيجي وقت ابنه بيفقع كلابته. هني اساسا تعرف الاوروبي كيف بيعيشوا؟ الاوروبي بيعيشوا بشكل بانه بينبسطوا انه اولادهم يفلوا. بس يصير عمره 15 بيقول لك خلص روح فل، 13 روح فل احسن، هاي فل. لا انا عم بحكي بعض القصص يا احبه بس تقول لك بانه في قصص انت مش مدرب عليها، لكن موجوده. مشاكل العالم غير مشاكل عن تبعنا، بس موجوده، موجودة بغير طريقة بس موجودة. والشيء الوحيد اللي بيخلي صحتك الجسدية رائعة هي أن يكون عندك صحة روحية رائعة، هي أنك تكون نهار، اسمعني أحبة، نهار اللي بتتعرض، لأنه كلياتنا بنتعرض لأزمات. في شي حدا هون ما عنده مشاكل؟ للي ما عنده مشاكل يعني بعد مش عايش، بعد مش عايش، بعد ما عايش. اسمعني، لأنه إذا ما عندك مشكل مع حدا بيكون عندك مشكل مع حالك. لا كمان عنده مشكلته هو، يعني أنا مشكلتي. لكن تعرف بكل أزمات العالم إذا ما بتعرف شو معناتها، ألقي كل همك عليه. قلت لك يا أحبة الخروف، لما الرب قال أنا الراعي وأنتوا الخراف، الخروف ما بيقدر يربى برات الرعية. ما في خروف بري، ما في، في حمار بري، زحش بري، وشكم يعني مثلا، في ثور بري، في خنزير، كلب، في كل، بس ما في خروف بري. الخروف ما بيربى، ما بيربى بري. شو بكم؟ لا. شيء تاني، الخروف ما بيقدر يحمل شيء، ما فيك تحط شيء عليه الخروف.
فيك تحط على الحصان، فيك تحط على الحمار، فيك تحط على الجمل، بس ما فيك تحط شيء على الخروف. الخروف ما بيقدر يحمل شيء. ألقي كل همك عليه، لأنه هو شو يعتني بكم. نسمعوني يا حبة، وبلشت قلك شو معناتها أنك تقعد مع الرب. قلت لك شو الخرافات بالقعدة مع الرب، لكن شو الصحيح بالقعدة مع الرب؟ هو بالبداية أنك تدخل إلى محضره وتسكت ذهنك. وقلت لك إذا بتقعد معه كل يوم، أنا بقرأ بالكتاب المقدس، لكن بقعد معه أوقات، أوقات يعني بالجمعة مرة مرتين بقعد معه. لما بقعد معه بسكت ذهني، لأنه في إشياء كثيرة موجودة بذهنك. قلت لك طريقة أن تسكت ذهنك هي أنك بلش ترنم الترنيمة الموجودة بقلبك. تعرف أوقات في ترنيمة ما عم تروح، ترنيمة مبارح مثلا تمعلى عليها كل النهار، قاعد عم رنم ترنيمة. بقول لك أنا اليوم، تعرف لما شايف لما بتفوت بهاي الترنيمة اللي محضر الرب، بتلاقي الدموع بتسبقك، وتلاقي حالك أنت هونيك وعم بترنم لحالك. صرت هونيك بمكان ما. اسمعوني يا أحبة، نهار اللي بتتعلم كيف تسكت كل شيء وتبلش ترنم الشيء اللي موجود بقلبك اصلا، رح توصل للخطوه الثالثه، اللي هي بمعنى اللي هي بعد هدول الخطوات رح توصل للخطوه الثالثه اللي اسمها هيك، اللي هي انك تلقي كل همك عليه قبل ما تبلش تخبره باي ليستا. لانه بالحقيقه ما في حدا بفوت مقلع عند الرب معه ليستا، بيقول لك انا فايت وعندي ليستة صلاة عم صلي لك يلا عم زيدك على الليستا. هذا بالحقيقه ما بحياته قعد مع الرب، ما بحياته قعد مع الرب. لأنه ليستة الصلاة هي صلاة شفاعية، ليستة الصلاة هي حرب روحية، بس ليستة الصلاة هي مش خلوة مع الله. أنا ما بقول لك غلط أنك تصلي للناس، صلي للناس، بس هي مش معناتها قعد مع الرب. أنا ما بقول لك غلط أنك تصلي لشيء، لا صلي للأشياء، بس هي مش معناتها أنك قعد مع الرب. قعد مع الرب ما معك ولا ليستة، مش جايب ولا مطالب، مش حامل. بتعرف اننا ما بتعرف شو نحن بدنا من الرب؟ امضي بس، امضي، ما تقرا، خلاص انا قريتهم، انت بس امضي. انا بيعرف مصلحتي اكثر منك، انا بيعرف، انت ما بيعرف، انا بيعرف. انت شو بدك يا رب؟ انت انا بدي هول، بدي هول، واذا انت ما بتعملون رح ازعل منك وما رح اروح على الكنيسه بقى وما رح اقرا الانجيل. تعرف في ناس هيك تحكي مع الرب بتهدده، أو بيجي بيقول لي شو أنا زعلان من الله. سمعتوا أشخاص بيقول لك أنا زعلان من الله، زعلان من الله. أنا بسألك سؤال، لما بتكون زعلان من حدا ما بيغلط وكامل، حق عمين أو لك؟ زعلان من الله ليش؟ ما عم بطيعني. أوف، طلع أنه هو لازم يطيعك ولا؟ مين لازم يطيع مين؟ ها؟ مين عمل مين؟ ها؟ ألو؟ ألو؟ مين عمل مين؟ الله عمل مين؟ ليه؟ قال من أجل لذته صنعك. اسمعني؟ من أجل ما لذته صنعك لتكون لألو. انت معمول لأهدافه، هو مش معمول لأهدافك. لأننا فاهمين غلط كليا، فاهمين بأنه الله عايش كرمالنا. الله مثل هذا اللي بتعرف، في ناس فاكرين الله مثل هذا الجيني اللي بتنفخ النفوذ، بتحك على النفوذ بيطلع لك الرب. أنا الأب، شباك لبيك، تكون عم بطير تحت دخان، عارفين، شباك لبيك، أنا الأب، بين يديك طلب واتمنى. طول برنار تكرم عينك. طيعني، انت موجود لطيعني. طبعا بقول لك لا، بالحقيقه العكس هو صحيح، انت موجود لطيعني. فهم ايوب وفهم اشعيا، ان شئتم واطعتم. ايوب قال هيك، قال إن خضعتم تمضون سنينكم في الرغد وأطعتم في النعم. إن شئتم وأطعتم، قال إشعيا، تأكلون خيرات الأرض. إن شئتم، إن شئتم، يعني الخضوع والطاعة، قول معي الخضوع
والطاعة. قال له هيك لحدك، قال له خضوع والطاعة. قال له في فرق بين الخضوع والطاعة. اسمعني، الله ما بده اياك بس تطيع، الله بده اياك انك تخضع. والله ما بده اياك بس تخضع، الله بده اياك انك تخضع وتطيع. اسمعني اسمعني، في ناس ما بتعرف شو معناتها ان اخضع، شو معناتها ان اطيع. حلك يا بسرعه قبل ما انهي اليوم، بس بدي اعطيك بعد وحده. تعرف انه تخضع شيء وانك تطيع شيء ثاني، رح لك شو معناتها. في كثير اوقات ممكن تطيع بس انت مش خاضع، انت بتطيع بس انت مش خاضع. وانا بتذكر مثل احلى مثل كنت اعمله، هو لما الماما كانت تقول لي روح كب زباله. احلى مثل هذا، ماما كانت تقول لي روح كب زباله. كنت انا صغير، كنت انا بحضر جريندايزر. كم واحد كان يحضر جريندايزر من عمري فوق الاربعينات؟ باين ما بتعرفوا جريندايزر. مين عصره جونجر او ساندي بيل أو. بعدين شو بعد جونجر؟ مين جيلكم؟ شو كان جيل شو؟ مين بل سيباستيان. نحن كنا صرنا كبار. مين؟ زينة ونحول. شو كان احلى بروجرام عندكم اياه تحضروه انتو صغار؟ كمان توم اند جيري، كل الاجيال. هذا مش بروجرام. ستيف اوستن عايمنا. فين ستيف اوستن؟ فين لستيف اوستن؟ كنت اقعد احضر جريندايزر وتبلش تغري، بتعرف يطلع سامي كلارك يبلش يغني علي علي بطل فليت هيا قم يا جريندايزر. عرفت بلش انا كنا هيك صرنا على التلفزيون. ماما تقولي شادي روح كب زبالة. يلا قوم، يلا دار كب زبالة. يلا مرة قد ما انا مستعجل بعد هيك هلا اجري مخزوقة من هون من وراء اني مستعجل اطلع احضر جريندايزر. فماشي بزبالة، بتعرفين نحن ماشيين بزبالة هيك نحن اصغر، حامل كيس زبالة وعم شاولح فيه وفي ازازة طالعة. خزعت اجري ضليتني ماشي شو نوقف 10 امتار بعيد عن التانك. عرفتني من بعيد كم واحد كان مثلنا وركض على البيت طالع ومشرشر دم من اخر الدنيا، طالع قاعد ونيك والدم عم ينزل على بعضها جريندايزر. عم طيع امي بس جواتي شو هالام هيدي؟ شو الام ما بيجيها كب زباله غير لما يبلش جريندايزر؟ كل نهار قاعد ما قلت لي شيء. ان تخضع، اسمعني هي أن اسمعني، رح لك كلمة يمكن هاي بتلخص كل شيء. ليك شو قال الكتاب عن الرب؟ قال أحببت البر وأبغضت الإثم. قلوا هيك لحدك، قلوا أحببت البر. تعرف إنك تطيع، اسمعني اسمعوني، عم بعطيك مفتاح يا أحبة لأشخاص عن جد بدها تحب الرب وتعيش معه ويكون عندها علاقة مع الرب حقيقية. إنك تطيع مش معنى انك تطيع معناتها هي انك تبغض الاسم، لكن انك تخضع هي معناتها انك تحب البر. لان في ناس ما بيخطي لانه الخطيه مش منيحه وغلط، بس في ناس ما بيخطي لانه بحب الرب. ما بدي اختي بس تحب الخطيه، بس ما بدي اختي. رغم عم بقول لك، تعرف لما انت تبلش تحب البر البطل عندك مشكله. شو الفرق؟ صرت تحب البر، بتحب حضوره، بتحبه. البر هو شخص اسمه يسوع، هو البار الذي لم يعرف خطيئه. اسمعني احبه، الشيء اللي رح نحكي عنه نهار الأحد، وتبلش تتعلم شو معناتها أنه تجدد ذهنك. شو معناتها أنك فايت بأشياء كتير اللي عند الرب وطالع تصير تفكر مثل ما هو بفكر؟ ومشان هيك لما بتصير تفكر مثل ما هو بفكر، ما بتقعد بتطلب فراري، بتصير تطلب فان لتجيب ناس، تاخد ناس على الكنيسة. تتغير أفكارك.
شلون انت هون اليوم يا احبة؟ كم واحد هون عم سمع علي اليوم؟ كون عندك علاقة حقيقية. ما خلينا نوقف مع بعض. هللويا. ان تثبت فيا ويثبت كلامي فيكم، فاطلبوا ما تريدون يكون لكم. ارفع ذلك قل له يا رب اليوم علمني كيف اثبت فيك يا رب. كل يد مرتفع يا حبا قبل ما ننهي هذا الاجتماع، هذا اهم وقت بالاجتماع الليلي. كل يد مرتفع قل له سيدي اريد ان اثبت فيك، ان يثبت كلامك فيا، ان اطيع وان اخضع يا رب. اني مش بس اقعد اشتهي شو عم يعملوا اصحابي، قول ما بدي اعمل هدول خطاط هدول بعيد، لكن انا بلش صير هني يشتهوا انا شو عندي. تعرف هذا فرق، هذا معناته انك بتحب البر. تعرف انا بتطلع على اشخاص عم بيعملوا اشياء، مش عم بشتهي شو عم بيعملوا، لكن عم بشفق عليهم، عم بشفق عليهم. قول يا رب انا مش ما بدي اعيش هذه الحياه، انما بدي اعيش يا رب حياه اللي صير الناس تطلع علي وتقول انا بشتهي شو عنده، مش بشتهي الممتلكات لكن بشتهي علاقته مع الله. يا رب ساعدنا يا رب نكون هالقد مؤثرين بعلاقتنا معك لدرجه انه الناس شايفه يسوع فينا. فايدك قل له هيك، قل له يا رب بدي مش بس صلي، مش بس كون جزء من كنيسه، مش بس كون عم بقرا كلمتك، لكن يا رب في شيء فيي عم يتغير، صير يشبهك، صرت عم بشبهك، عم بشبهك بكلماتي، عم بشبهك بتصرفاتي، عم بشبهك بمحبتي، عم بشبهك يا رب بتواضعي، عم بشبهك بخضوعي. قال هو البار الذي لم يعرف خطيئة. ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال تعلم الطاعة وكان خاضع للآب. قلت لك الرب ما بيعلمك شيء تعمله إذا هو ما بيعمله. كان خاضع للآب في كل أمر. فذاك اللي يا رب علمني، علمني يا رب أن أخضع لصوتك وأن أطيعك. وأنا متأكد بأنه اسمعون الأشخاص تفتكر بأنه الرب عنده لألك قصص، أنت خايف أنك تعمل هيك، بلك الرب عنده لك شو قال؟ قال عرفت ما رسمته لكم، خطط سلام لا شر، لكي أمنحك مستقبل ورجاء. كنت ورافع عيادي قال له يا رب اليوم أشكرك من أجل هذا المستقبل، أنا ما بدي أنا شو بدي، بدي أنت شو بدك يا رب، أنا بدي أنت شو بدك يا قدوس، بدي أنك أنت تحقق مقاصدك في حياتي. أعبدك يا رب، أعبدك يا رب للأبد يا رب، أعبدك أعبدك نرفع ايدي لثواني احبة. ترفع ايديك بلش انظر اليه معي احبة. في محضرك يا رب اليوم نسكب قلوبنا. يا رب نريد انه حياتنا تتغير فعلا مش بالكلام. يا رب انا ما بحكي عن مذهب ولا عم بحكي عن طائفة. انا ما بحكي نغير طائفة، انا بحكي نغير قلب. سيدي أرجوك يا رب تعا ألمس كل قلب اليوم يا رب، فينا شو أنه نعيش لك، أنه نحبك. أعطينا شو يا رب أنه ترجع لقلنا العلاقة معك، علاقة حقيقية معك. أعطينا شو للمخدع لنرجع نقعد بمحضرك قعدات حقيقية.
في منكم لما رح يقعد هيك قعدات هذا الأسبوع رح يكتشف قديش كان غلطان، قديش كان بعيد عن الرب، رح يكتشف قديش كان يصلي غلط، كان يفكر غلط، حتى في قصص قرارات رح يكتشف انه أخذها غلط، رح يقول له يا رب بليز فدي حتى هذه القرارات، لأنه في قرارات أنا أخذتها غلط يا رب أنت فديها، أنا كنت بعيد عنك وما سألتك وما طلبتك سيدي بهذا الوقت. يا قدوس يا قدوس يا قدوس. فهذا يقول له سيدي أشكرك 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 لأنه عم تفتقدني في هذه الأيام، أشكرك يا رب لأنه مش نسيني. نحن مغمضين عيوننا لثواني قبل ما انهي الاجتماع، قلبي عامل هيك شيء بليز يا أحبة، حسس من الرب، حسس كلمة من الرب، بديك تسمعني مزبوط، غمض عيونك واسمعني مزبوط، لأن حسس الرب بدي يحكي مع كذا حدا موجود في هذه القاعة. اللي بديك تعمله هو التالي، بديك تعطيه موعد للرب هذا الأسبوع. رح تكتشف إذا أنت على بتحط نهار، هلا الشيطان رح يعمل كل شيء ليخرب لك هذا النهار، بس بديك تعطيه موعد، تقول له يا رب أنا حابب أن أتقابل معك. رح تكتشف شايف لما بتفوت على هذا الموعد نقي وين رح تقعد معه. قعد معه لما ما بيكون في سلولير، لما بتكون كتير واعي، حط فنجان قهوة أو يمكن حتى بلا فنجان قهوة، فوت شي غرفة ما حدا بيقدر يلقطك فيها وما حدا بيقدر يتصل فيك وما حدا في عيقك. إذا ما في غرفة لاقي محل برا، نزال على السوق، قعد شي محل، قعد على شي بنك على المنارة، روح على دبي، قعد على المارينا، عمول حالة شي بس كون قاعد معه واعطيه موعد. رح تكتشف ان هو رح يسبقك على هذا الموعد، ورح تكتشف انه رح يكون ناطرك هنيك. اول ما بتقول يا يسوع رح تسمع صوته. هلا بديك هلا غامض عيونك تعطيه موعد، اعطيه موعد، قل له هذا النهار يا رب بهذا الوقت انا رح روح اقعد معك. ما تعطي وقت، يمكن 5 دقائق، يمكن 10 دقائق، يمكن ساعة، ويمكن 4 ساعات، بس قرر أنا رح روح أقعد معك. وقرر بقلبك وين رح يكون هذا المكان، يمكن الصبح ويمكن المساء، ما في قانون، بس ما تكون مع حدا. وعمول شو أنا عم علمك، سكت أفكارك، ما تحمل ليستة صلاة، كب كل همومك عليه قبل ما تبلش تصلي، كب كل شيء كل شيء، كل اللي عندك يا عم تفكر فيهم كبهم عليه، ونهار الأحد رح أقول لك شو معناتها، تجدد ذهنك ورح تسمعه. يا رب أنا بدي صلي إنه هذا الأسبوع اللي جاي يكون أسبوع إنك أنت تقابل ويتقابل معك أشخاص كتار. اسمعوني أحب، رح أقول لك شيء بعد، شايف إذا تقابلت معه مرة واحدة رح تصير مدمن، شايف إذا لمسك مرة واحدة رح تعرف انه هو كتير حقيقي، رح تصير تقول بدي بعد وبدي بعد وبدي بعد. خذي الشخص اللي حدك تسم له، لو مبسوط كون معك اليوم صلي من اجله. يا رب انا بدي سلمك كل شاب وصبية واخ واخت موجود في هذا المكان وكل عائلة، تعال يا رب انت قدسنا، كمل حياتك يا رب فينا باسم يسوع، وساعدنا يا رب نعيش لمجدك كل ايام حياتنا. مبارك والآتي باسم الرب، كل شعب الله يقول امين. رب يبارككم يا قديسين، اراكم ان شاء الله نهار الاحد القادم الساعه 11 صباحا. اجتماعنا انتهى. نعمه ربنا يسوع، محبه الاب، شركه روح قدس تكون معي ومعك الى ان يعود الرب بسحاب المجد.